خلينا ننتقل بيكم الى فقرة من اهم الفقرات اللي بنقدمها، وهي فقرة الرواد. وان كانت فقرة الرواد ايضا هامة بالنسبة لجميع المشاهدين، ضيفي في هذه الفقرة الاستاذ الكبير الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، استاذ الامراض الجلدية. اهلا بك يا بروفيسور معايا في الحياة اليوم. اهلا بيك يا محمد بيه، اتشرف بحضرتك دايما. ربنا يخليك. عايز اسال حضرتك سؤال كده ومباشره، ببساطه شديده، كيف يتعامل الكبار مع اشعه الشمس ومع الصيف علشان التغيرات المناخيه وزياده درجات الحراره وزياده اشعه الشمس؟ يعملوا ايه علشان يحموا نفسهم؟ يتحركوا ازاي؟ احكي لنا يا دكتور، او انصحنا يا دكتور. والله يا محمد بيه والصغيرين كمان، يعني الكبار والصغيرين كلنا، يعني لازم ناخد بالنا. طبعا احنا ملاحظين ان في ارتفاع في درجه الحراره، كمان عدد ساعات سطوع الشمس كبيره. التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره ده بيمثل خطوره كبيره على جلد الانسان وعلى صحتنا بصفه عامه. فيبقى لازم ناخد بالنا، احنا طبعا محتاجين الشمس عشان نحصل على فيتامين د، لان انا باخد فيتامين د لما اشعه الشمس بتقع على الجلد. لكن امتى؟ طبعا احنا بنحذر من فتره الظهيره اللي هي الساعه 12 وساعتين قبلها وساعتين بعدها. الاشعه في الوقت ده بتبقى مؤذيه جدا للجلد. انما طبعا انا عايز استفيد باشعه الشمس، يبقى الفتره اللي بعد الشروق والفتره اللي قبل الغروب، يعني حاليا مثلا من الساعه 4 لغايه قبل غروب الشمس. دي مفيده لينا، فانا بقول للكبار والصغيرين استفيد بالشمس بس في الفتره دي. بعد شروق قبل غروب، لكن ارجوكم نبعد عن الشمس في فتره الظهيره لانها بتسبب مشاكل كثيره، ممكن تعمل التهابات في الجلد. في ناس بتجيلهم حاجه اسمها الحساسيه الضوئيه او التسمم الضوئي. المساله ما تبقاش التهاب، بتوصل لدرجه حروق تاثر على الجلد وتسبب الام شديده. فلازم ناخد بالنا ان احنا ما نتعرضش للشمس في الفتره دي. طب ده شيء جميل جدا، حضرتك قلت لنا ايضا يعني الملابس، البس ايه بقى؟ اعمل ايه؟ في ناس بتحب تقعد بالمايوه في قلب الشمس، ولكن انت دعوت في فتره من الفترات خدوا بالكم ارجوكم دايما ملابس قطنيه. ده حقيقي، يعني احنا في الجو ده الملابس القطن بتبقى خفيفه. الملابس اللي هي بتبقى معموله من خيوط صناعيه سينثاتكس، يعني دي بتحتفظ بحراره الجسم جدا، فبالتالي بتسخن. انا في الجو ده مش عايز سخونه زياده، لان تعرضي لحراره عاليه مع الرطوبه ده ممكن يصيبني بحمونيه، ممكن يصيبني بالفطريات اللي بتسيب الجلد التانية الملونه وغيرها. يبقى انما الملابس القطنيه خصوصا حضرتك اللي هي الوان فاتحه، ابيض، اللبني، الليموني، الحاجات الفاتحه دي بتخلي الجسم ما يحتفظش بالحراره، فبالتالي ما عرقش كتير. فلازم ناخد بالنا من حكايه اللبس. عايز اضيف حاجه كمان، ان احنا يعني عايزين نغير ثقافتنا برضو. يعني انا مش شرط انا في مصيف ولا في جنينه، انا ممكن اكون ماشي في الشارع مستني اتوبيس، مستني ميكروباص، هضطر امشي في الشمس، يبقى في ايدي شمسيه. حتى انا قلت او البس البس حاجه، انا شخصيا بلبس حاجه على دي علشان اغطيها، يعني على راسي طبعا. بالظبط كده، كاب احطه على راسي، لازم احمي نفسي مش بس عشان الجلد، خلي بال سيادتك، اخبار ضربات الشمس. طب واخبار الميه ايه بقى؟ الكونسامبشن بتاع الميه، عشان الموضوع ده حصل عليه شويه في الفتره اللي فاتت نقاش كتير. بالظبط، حد كان كتب مره ان بلاش تشربوا ميه كتير. لا طبعا، ده احنا لازم نشرب ميه كتير، بس كتير يعني ايه؟ يعني من 3 لـ3.5 لتر في اليوم. طيب ايه اهميه الميه حضرتك؟ اولا طبعا بالنسبه للجلد، الجلد حياته الميه، النضاره. انا لما بشرب ميه كتير بعرق، فلما بعرق انا بتخلص من الاملاح والسموم اللي موجوده في جسمي. كمان العرق الغزير ده بيغسل الجلد من البكتيريا والفطريات والفيروسات اللي موجوده عليه، فدي وسيله للتخلص من الميكروبات. شرب الميه مهم للكبد، للرئه، للقلب، للمخ، للذاكره، للكلى طبعا. الحاجه الثانيه لما بشرب ميه كتير ده بيساعد على تدفق الدم في كل حته في الجسم، فبيمنع الجلطات وبيمنع الحصوات. يعني شوف، يعني شوف قد ايه حاجات انا قلتها، لدرجه انا قلت ان الميه دي ارخص دواء في الدنيا دي كلها، ملوش اثار جانبيه
انه بيحميني من كل الامراض والمشاكل اللي انا قلت سيادتك عليها دلوقتي. طيب وانا طبعا المايه ده شيء جميل جدا، ولكن انت ايضا لك نصيحه بخصوص المانجا، وحضرتك عارف انا بعيش انا بحب المانجا قوي، فايه هي النصيحه بتاعت حضرتك ان انت بتقول لهم كلوا مانجا؟ يعني انا عايزك تكرر النصيحه دي معانا. بص حضرتك، هم حاجتين دلوقتي، المانجا والجوافه الحمد لله ابتدت تنزل. ليه؟ الاثنين فيهم فيتامين سي بكميات كبيره جدا. طب فيتامين سي اهميته ايه بالنسبه لنا احنا في مجال الامراض الجلديه؟ ده بيساعد على نضاره البشره وبيمنع علامات الشيخوخه المبكره، بيمنع ظهور التجاعيد المبكره، واعتقد ده حاجه بتهم الناس كلها خصوصا السيدات طبعا. فالفيتامين سي مهم، غير بقى الحاجه الثانيه طبعا فيتامين سي مهم جدا عشان الجهاز المناعي، فلما بيقوي الجهاز المناعي ده بيساعدني على مقاومه الامراض المعديه مش بس كورونا، اي مرض معدي. طيب يعني 2 3 كيلو كفايه في اليوم يا دكتور؟ لا 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 لا, لا خالص، يعني ثمره مانجا في اليوم يبقى كويس قوي. لا ثمره يعني لا, لا لا ثمره ايه ده احنا في الموسم، يعني ثمره دي قليله. انا بحوش فيتامين ايه يا دكتور؟ يعني انا هحوش لبقيه السنه. بص حضرتك اقول لحضرتك حاجه، لا ما احنا بنعمل ايه، ما احنا بنشيل المانجا في الفريزر ونطلعها طول السنه، نعملها عصير يا محمد بيه، فاحنا بنوزعها على مدار السنه. ما تضحكش عليا. طيب بص يا محمد بيه، كل حاجه بالمعقول. ده شيء جميل جدا، وكل حاجه بالمعقول فعلا صحيحه. استاذنا الكبير الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث، سابقا استاذ العبقري للامراض الجلديه، بشكر حضرتك على وجودك معايا في هذه الفقره وعلى هذه النصائح. كل سنه وانت طيب يا استاذنا.